السلام عليكم. قانون الطوارئ وأحكام الإعدام جديد المسلك الفاشل للانقلاب الذي يرجح متابعون أنه يلقي بآخر ما تبقى لديه من أوراق انشطارية لها علاقة بإلحاق الأذى بما تبقى من نسيج اجتماعي وسياسي. الأيام الفائتة كانت حافلة بالعديد من تلك الأوراق المهزومة للميليشيا، غير أن الدعوة الأخيرة التي تضمنها خطاب عبد الملك الحوثي تشير إلى أننا أمام طور جديد من أطوار الحرب الذي يريدها الانقلاب أن تكون حربا شاملة تأكل الأخضر واليابس. عبد الملك الحوثي الذي دعا اليوم إلى تفعيل قانون الطوارئ بحق المواطنين العزل الخاضعين لسيطرة الانقلاب بغرض رصد من وصفهم بالخونة والعملاء من اليمنيين داخل البلاد هو مؤشر يراه مراقبون دعوة مفتوحة لهدر من لا يسير على نهج الميليشيا ومسلكها. يقول مراقبون إن دعوة الحوثي تأتي متناغمة مع دعوة سابقة للمخلوع صالح حرض فيها على أعضاء حزب سياسي بعينه في محيط محافظة صنعاء في صورة استحضر فيها الموروث المناطقي الذي لوح به ضد خصومه السياسيين في أغلب المراحل. مشاهدينا الكرام، بين قانون الطوارئ وإصدار أحكام إعدام هزلية بحق الرئيس هادي ومعاونيه يبدو الانقلاب مرتبكا أكثر من أي وقت مضى. يظهر هذا الارتباك على هيئة خطابات وقرارات لا يمكن وصفها إلا بالهائجة والفاقدة للتوازن. إذن حول قانون الطوارئ وأحكام الإعدام والخطاب التحريضي للانقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أولئك الخونة والمجرمون يدون التاريخ أو لا يدون، تكتب السجلات الأحداث أو لا تكتب، غير أن سخرية الانقلاب والنهج الميليشاوي سيظل الحاضر الأبرز في ذاكرة الأجيال التي رأت العجب العجاب من المهازل التي أقل ما يمكن وصفها بالأضحكات السوداء. المأساة اليمنية الراهنة لا تخلو من اليوميات الهزلية التي بدت بالبحث عن حديقة 21 مارس إلى الاقتصاد الحجري إلى حرب الولاعات، وأخيرا وليس آخر ما عرف بالمحاكمة الهزلية للرئيس هادي وخمس شخصيات سياسية وأمنية أخرى توزعت بين الأحزاب والمناطق اليمنية. المسلك الانقلابي الملفوف بالمحاكمة لا يبدو مهما من الناحية السياسية، لكن قرار المحاكمة كشف لا شرعية الانقلاب واستخدامه لأدوات باطلة لتصفية الخصوم. هزلية محاكمة الرئيس فتحت الباب واسعا أمام الحكومة الشرعية لتفعيل أدوات العدالة المحلية والدولية بحق مجرمي الحرب في صفوف الانقلاب ومكافحة الجرائم الجسيمة التي شهدتها المرحلة الانتقالية. قيادات الانقلاب المشمولين بقرارات العقوبات الدولية انتهجوا ذات الطريق الذي مضت فيه الانقلابات العسكرية والثورات المضادة في استخدام القضاء لأغراض سياسية تحت يافتات عديدة تصب في مجملها في ضرب سميم العدالة القضائية. قانون الطوارئ وشكلية المحاكم الاستثنائية في تصفية الخصوم كشف حجم انتهاكات الانقلاب وأعاد إلى الذاكرة الحديثة إعلان الطوارئ إثر مذبحة شهداء الكرامة حينما أسكتت قناصة المخلوع قلوب وأفواه شباب عزل بعمر الزهور في ساحة الثورة السلمية. تداعيات هذا المسلك لا يلقي بظلاله على الذين شملتهم تلك المهزلة بقدر ما هو مؤشر لفصل جديد من فصول الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق المواطنين العزل الخاضعين لسيطرتها. المختطفون على وجه التحديد المتضرر الأكبر من سلطة السوق السوداء والذهنية السوداء باعتبارهم الحقل الجريح الذي تجري فيه الميليشيا مناوراتها التي تتمظهر على هيئة انتهاكات أفرزت جثامين لفظت أنفاسها في زوايا التعذيب. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات عبر سكايب من فيينا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس ومشاهدي قناة المساء اليمني، برنامج المساء اليمني. أهلا بك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، دعنا نتحدث عن استحضار الورقة الأمنية والقضائية أيضا من قبل الانقلاب، ما الذي تشكله هذه الورقة برأيك؟ أنا أعتقد أن استحضار الورقة الأمنية وبالذات قانون الطوارئ على لسان زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في هذا الظرف هو لن يعني حقيقة سيزيد الأمور سيدخل الأمور في مزيد من التعقيد، لأن اليمن خلال السنتين الماضيتين من عمر الانقلاب
شهدت حالة انتهاكات مريعة ومريعة جدا، شملت الإنسان اليمني سواء حق الحياة أو حق أو الحرية أو حقه الاقتصادي في الراتب إلى غير ذلك. قانون الطوارئ له مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية الدستورية المعينة. نعم اليوم هذا القانون أن يأتي بهذا الشكل بهذه السلقة بدون أن تتوفر هذه الشروط، دون أن تمتلك هذه السلطة حتى سلطة إصدار القوانين، هو رسالة واضحة نعم لانفلات أو أنها أو تعلن هذه السلطة للعالم بأن يدها غير مقيدة وغير ملتزمة بأي اتفاقية. لأن الدول التي تلتزم باتفاقيات دولية سواء كانت دولية أو كانت إقليمية هي نعم في نهاية الأمر ملتزمة بحقوق الإنسان حتى في حالة الطوارئ، بمعنى أن العهد الدولي أو العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية تحدث عن قانون الطوارئ أو عن الظروف الاستثنائية التي يجوز للدولة أن تتخذ فيها قانون الطوارئ، وهي تتحدث عن دولة لا عن الانقلاب، ومع ذلك افترضت عليها أن تقيد هذا الظرف في ظروف ضيقة جدا. كذلك الاتفاقية الأوروبية لعام 55 أيضا في هذا الأمر، كذلك الاتفاقية المتعلقة بالأمريكيتين. اليوم نحن أمام جماعة هي في حقيقة أسقطت الدولة ولا تمتلك اليوم سلطة إصدار مثل هذه القانون الذي هو غير موجود أصلا، نعم لأن الرئيس المخلوع عندما أعلن حالة الطوارئ في سبتمبر بعد جمعة الكرامة دخلت كانت هنالك إشكالية كبيرة، ما هو قانون الطوارئ الذي سيطبق دون أن يوجد قانون طوارئ أصدره المشرع اليمني؟ وبالتالي اليوم استحضار هذه الورقة بعد إصدار مجموعة من الأحكام التي وصلت إلى الإعدام بحق الرئيس هادي وبحق معاوني، هذا يعطي رسالة واضحة بأن سلطة الميليشيات أعطت أو يعني أطلقت يد أصحابها في كل البلاد لممارسة مزيد من الانتهاكات. الجديد في هذا الأمر أن القضاء اليوم سيدخل حقل المواجهة الفعلية، لأن القضاء أن يدخل أن 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 يحال الناس إلى سلطات قضائية تحت غطاء ما يسمى بقانون الطوارئ، معنى ذلك أنه لن يكون لهم أي حقوق قانونية أو حقوق دستورية أمام هذه السلطات، وبالتالي قد تتحول هذه السلطات هذه المحاكم وهذه النيابات إلى مقاصل بحق الخصوم سواء كانت بالإعدامات أو بالأحكام المؤبدة. أنا أقول هذه يعني الورقة أستاذ توفيق، يعني في حال وجود قانون الطوارئ يحق للقضاء إصدار أي حكم بهذا الشكل، ونحن نعلم الآن أن القضاء أصبح بيد المشرف الأعلى، يعني كيف يمكن أن يعني أن يكون الأمر بهذا الشكل خلال هذه الفترة التي يعني أعلن فيها قانون الطوارئ؟ لا، نحن نفترض أنه في حالة وجود الدولة وفي حالة وجود أحد الحالات التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قانون الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب، سواء كان في حالة الكوارث الطبيعية أو كانت في حالة الحرب الأهلية أو إلى غير ذلك، أيضا هذه الدولة ملتزمة أن تطبق قانون الطوارئ في نطاق ضيق وبما يضمن للإنسان حقوقه القانونية، خاصة حقه في الحياة، حقه في عدم التعذيب، حق الحريات إلى غير ذلك. ومع ذلك اليوم نحن نعيش حالة من الكارثية الحقيقية، أنه أولا لا توجد دولة ولا يوجد سلطة لها حق إصدار قانون الطوارئ، والبلد بشكل عام خلال السنتين الماضيتين هي تعيش حالة طوارئ حقيقية دون وجود قانون. لكن اليوم هم سيذهبون، هذا الإعلان هو فتح أو مرحلة جديدة لتصفية الخصوم عبر القضاء، بعد أن كان الخصوم اليوم يتم قتلهم تحت التعذيب في السجون ويتم قتلهم بإعدام. يعني هل بحثوا عن مشرع بهذا الشكل أستاذ توفيق؟ لأنهم يعني ما جدوى استحضار ورقة الطوارئ في ظل كل الانتهاكات التي قد مارسوها من قبل؟ هو استحضاره في هذه اللحظه بعد صدور قانون الطوارئ، بعد صدور احكام ضد الرئيس عبد الرب منصور هادي كما قلت لك يا اختي الكريمه، هو توجيه رساله للداخل ورساله للخارج، بمعنى رسالتها للداخل ان المرحله المقبله ستكون مرحله شديده وشديده جدا ضد الخصوم، سواء كانوا الذين في السجون او الذين خارج السجون. وبالتالي اليوم سلطه الميليشيات ستدفع بالمسؤوليه الكبرى
على كاهل القضاء اليمني الذي هو اليوم لا يمتلك سلطة حقيقية وليس سلطة حقيقية لإصدار مثل هذه الأحكام، لأنه لا توجد قانون طوارئ في حقيقة الأمر. وهذه المحكمة بشكل عام، المحكمة الجزائية فيها لغط كبير حول دستوريتها إلى غير ذلك. نعم. وبالتالي استحضار هذه الورقة الأمنية اليوم ربما هي لإسكات الخصوم للمرحلة المقبلة أو لإصدار مجموعة من الأحكام التي تريد أن تشفي شهية هذه الميليشيات. نعم، إذن إصدار هذا القانون أستاذ توفيق في مناطق سيطرة الانقلاب، من سيستهدف بالدرجة الأولى؟ سيستهدف الخصوم السياسيين. كان أعتقد زعيم جماعة الحوثي الذي اليوم يعتبر المرجعية التشريعية والفكرية والسياسية، في خطابه كان واضح بأنه قرم الخصوم هؤلاء المجرمون، وبالتالي هو كأنه في خطابه بين من سوف يتم استهدافه بهذا القانون المزعوم. هو لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد قانون، هو يدعي الخصوم أو الطابور الخامس أو المتعاونين مع العدوان، وهذه في حقيقة الأمر تهمة فضفاضة تشمل كل الخصوم وكل الأشخاص الذين لا ترضى عنهم الميليشيات، سواء كانوا خصوم سياسيين أو كانوا خصوم فكريين أو كانوا معارضين حتى إعلاميين. وبالتالي هذه المرحلة أو هي ستشمل كافة المعارضين السياسيين والفكريين. لكن الذين لا يوافقون من تبقى في هذه المدن التي يسيطر عليها الميليشيا، هم لم يدعوا أحد يعني من هؤلاء الخصوم، إن كان يعني خصوم سياسيين فالأغلب ليسوا في هذه المناطق، إن كان خصوم يعني كما تحدث يعني أي شخص هو يواجه بوضوح هذه الميليشيا فهو لا يقع تحت المناطق التي تسيطر عليها. معظم من هم في هذه المناطق هم يعني مدنيين عزل، أغلبهم يعني ربما أسر معتقلين وضحايا بالأساس، يعني من سيعتقل؟ هو سيستهدف فئتين، أولا ما يقارب من 5,000 إلى 6,000 معتقل داخل سجون الاحتلال. هنالك هذه من 6,000 هنالك قيادات سواء كانت وسطى أو قيادة عليا أو قيادة بنيات للأحزاب السياسية، وهذه ستكون مستهدفة بصورة أو بأخرى. اليوم رأينا نحن ونحن نراقب الوضع منذ إعلان زعيم جماعة الحوثي عن وجود قانون طوارئ، نحن نراقب اليوم تصاعد خطاب إعلامي متعمد لتجريم الخصوم، سواء عبر انتزاع اعترافات من داخل السجون، وهذه الاعترافات لا قيمة لها لكل من يعرف أبجدية القانون ألف باء، لا قيمة لها ما دامت انتزعت داخل أقبية السجون، لكن وجود مثل هذه الاعترافات اليوم أو مثل هذه الخطاب الإعلامي اليوم يبين بما لا يدع مجالا للشك أن هنالك نية مبيتة لمحاكمة مجموعة من السياسيين الذين اليوم يقبعون في السجون. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستهدفه هو من تبقى، ما زال هنالك أحرار لا ينتمون لهؤلاء ولا ينتمون لهؤلاء، سواء كانوا أكاديميين جامعيين، سواء كانوا محاميين، سواء كانوا تجار، هؤلاء كل الذين لن يرضخوا رضوخا كامل سيكونوا مستهدفين. نعم. والتهمة جاهزة أنهم متعاونين مع العدوان، واليوم الصحف والأخبار تتحدث عن بداية لحصر شامل لمن ينتمون لأحزاب سياسية معينة. نعم. نتحدث عن هذه النقطة أستاذ. نعم، نتحدث عن هذه النقطة بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف المحامي الأستاذ محمد ناجي علاوي رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ محمد. إحكام إعدام يعني إحكام إعدام بحق الرئيس ومعاونه أيضا كون قانوني، كيف تقرأ مثل هذه الأحكام؟ لأني قانوني لا أعتبر أحكام، وأنا آسف أن الإعلام الشرعية يردد للمثقفين أن هذه أحكام. نعم. هذه ليست إلا مريقات لا قيمة دستورية ولا قانونية لها، ساطرة من جماعة انقلبت على سلطة مدانة من قبل المجتمع الدولي، لا تملك أي شرعية وطنية ولا شرعية يعني دستورية ولا شرعية إقليمية ولا أي شكل من أشكال الشرعيات، حتى التي الدول التي تناصرها لا تعترف بها يعني كسلطة بهذا المعنى. لذلك هذا كله كلام عبثي وكلام معدوم
لا قيمة له في التنفيذ. لكن أستاذ محمد، يعني نحن بالتأكيد لن نعترف بمثل هذه الأحكام، ولكن مثل هذه الأحكام وتفعيل قانون الطوارئ في هذه الأيام له تأثير سلبي على الناس بطبيعة الحال. يا أستاذ سميها العبث باسم القضاء، ليست لا يمكن أبدا، ولا أسمح لنفسي ولا أي رجل أو امرأة لهم ذرة عقل أن يقولوا بأن جماعة ميليشياوية مسلحة تفرض سلطتها على الأرض بهذا المعنى يمكن أن يكون لها شرعية في محاكمة الآخرين. هذه عبارة عن وريقات يعني كتب عليها هذه المسميات، يجب ألا يعتد بها ولا تهتموا بها ولا يفترض أن يلتفت لها بأي حال. نعم، حتى يعني على مستوى إصدار قانون الطوارئ يعني تجد أنه لن يشكل أي أهمية؟ أي قانون يا سيدتي العزيزة، وخليني أمسي على حبيبي وأخي توفيق والسادة المشاهدين. نعم، لكن هناك خطابات يعني محمد وتوجه لحسن. أولا نعم. يا شيختنا قوانين الطوارئ تصدر من السلطة الشرعية وليس من الجماعات. إذن أنا أتفق معك أستاذ محمد، يعني أنا أود أن أوضح أن هناك جماعة تعرف أنها اختطفت الدولة، مختطفة القضاء الآن، تتحدث باسم هذا القضاء، تصدر قوانين باسم هذا القضاء، من يقعون تحت سيطرتها هم المتضررون الأساسيون. يعني ألن يؤثر قانون الطوارئ على الناس في صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الإنقلاب؟ ألن تقوم بعمل يعني اعتقالات تحت هذا المسمى لا مبرر لها؟ ألن يعني تنفذ أحكام ربما على المعتقلين أيضا الذين هم في سجونها كما تحدث الأستاذ توفيق، من 5000 إلى 6000 معتقل؟ ما زلت مصرة على أنها تصدر قوانين وتعمل أحكام، هذه عبارة عن أوامر لجماعة مسلحة سميها تصدر أوامر تصدر تعليمات، يمكن أن يقال لها في أحسن الأحوال هكذا، وبالتالي لا أسمح لنفسي ولا يجب أن أسمح أحد لنفسه أن يسمى ما يصدر عن هذه الجماعات الإنقلابية أو التي تكون بشكلها أيا كانت في أي زمن وفي أي عصر وتحت أي مسمى أو إيديولوجية، أن تأخذ هذه المسميات التي لا تطلق إلا على ما يصدر من دولة شرعية. ولذلك هذه الاعتقالات هي اعتقالات خارج النظام القانوني أو اختطافات سميها، هذه التعليمات والأوامر هي عبارة عن مسائل تخاطب نفسها وجمهورها الذي يقع تحت يدها، لكن لا يمكن أبدا إعلاميا ولا يمكن قانونيا ولا يمكن دستوريا أن نصفها بهذه الأوصاف التي لا تصدر. إذن أتفق معك في مسألة المسميات أستاذ محمد، لكن لو تحدثنا عن أوضح لك هذا يسمى عمل معدوم، والعمل المعدوم لا قيمة له عند التنفيذ. يعني بمعنى إذن يعني لنتحدث نعم هناك انتهاكات إذن ستقوم تحت هذه الأعمال أستاذ محمد، يعني أيا كانت تسميتها أو وصفها. يعني اليوم يتم حصر أو يعني خطاب بحصر ممتلكات وأسماء كل من ينتمون لحزب معين، يتم يعني حتى قرأنا في بعض مواقع الإعلام أنه من يعني يؤيد العدوان فهو خائن. يعني بهذه البساطة أستاذ محمد، ما الانتهاكات التي ستترتب على مثل هذه الأفعال المعدومة التي تسميها؟ طيب يعني تظل أفعال معدومة، وإن ساطروا ما ساطروا فهي عبارة عن عملية صدوة لا يمكن أن نسميها، بقول لك بغض النظر عن مسمى الحوثي وصالح وغيره، يعني لو كان أي فريق آخر في موقع عنده نسميه قانونا ده هكذا. أنا أتحدث عن مسألة مهنية ومنهجية وليست لخصومة سياسية ولا انتقام من أحد، أن أي جماعة مسلحة تفرض سيطرتها على بقعة ما ولا تملك شرعية وطنية ولا شرعية دستورية ولا شرعية دولية، وكل أعمالها عبارة عن أعمال سلطة واقع مردودة عليها لا قيمة لها أبدا. قضية الانتهاكات ستتم بهذه التعليمات أو بدونها، قضية المساطرة تمت ودمرت الكثير من المنازل في الأرياف وغيرها، بالتالي مسألة فقط يريد أن تصاحب هذه الأعمال ما يمكن أن يدلس فيه على الناس أنها ساطرة عن سلط أو تنظيم، ما يمكن القول تنظيم المسائل بين الحليفين الحوثي وصالح.
فبالتالي بالتالي مسألة التخوف وأنهم هؤلاء سيغالون وتحتها سيكون ممكن بها أو بدونها يعملوا هذا الكلام الذي تقولين، ولكن يظل تحت طائلة المسؤولية بالنسبة لهم والملاحقات في المستقبل بالتأكيد. نعم، ماذا عن زج المحكمة الجزائية ووضعها في الواجهة والأحكام التي قد تصدر منها؟ القضاة المعينين كلهم صادر تعيينهم من مجلس قضاء غير شرعي. نعم. هؤلاء قلت لك مسميات فقط. نعم. وعناوين فارغة من مضمونها الدستوري والقانوني، وبالتالي هي أوريقات لا قيمة لها من الناحية القانونية والدستورية. يسلون أنفسهم أو من يناصرهم ويدلسون على المغفلين بهذا الوريقات، لكنها لا تعبر فقط إلا عن سعي لإضفاء أننا دولة موجودة على الأرض وهم لا في حقيقة الأمر، وإن تسعت رقعة أي جماعة تسيطر على أي مكان فما كل ما يصدر عنها يظل يعني لا قيمة قانونية، وإن كان فيه ضرر، الضرر هذا يتحمله مستقبلا في مسؤولية الملاحقة والمساءلة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المجتمع المحلي الذي لا يعترف بهم كسلطة شرعية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، استمعت لحديث الأستاذ محمد ونحن بالتأكيد نتفق معه في مسألة المسميات. في نهاية الأمر هذه جماعة اختطفت الدولة واختطفت كل يعني ما يعني كل مؤسساتها وسلطاتها، لكن أستاذ توفيق يعني أنت تتحدث عن 5000 إلى 6000 في السجون، نحن تحدثنا أيضا أن هناك انتهاكات حاصلة، هناك انتهاكات ربما الآن ستأتي باسم قانون هم يعني شرعنوه لأنفسهم. أنت تحدثت أيضا قبل الهاتف عن الأخبار التي تحدثت عن حصر ممتلكات يعني أشخاص ينتمون لحزب معين. كل هذه النقاط أستاذ محمد، هل يمكن أن يعني تتجاوز أعداد هؤلاء المختطفين في السجون؟ هل يمكن أن يتم بحقهم اتخاذ أي إجراءات؟ نعم، هو في حقيقة الأمر كل شيء وارد الآن، كل الاحتمالات واردة. هذه السلطة اليوم ربما بسبب الوضع العسكري، ربما مجموعة من الضغوط ستذهب إلى تحاول أن تذهب إلى البعيد. هي الآن تمارس يعني وصلت لأنها تمارس كل ما تريد أن تمارس. هنالك تفجير للبيوت، هنالك الإعدامات خارج القانون، هناك، وبالتالي هي تسعى قدر الإمكان إلى أنها تتخفى خلف أسماء وهمية، تتخفى حول لافتات معينة من أجل التهرب من المسؤولية الجنائية المستقبلية. لكن الذي لا يمكن أننا يعني نغطي أعيننا عن أن هنالك اليوم واقع حقوقي سيء ترتكبه هذه الميليشيات، وصل إلى درجة اختطاف واعتقال النساء، المرأة التي لها القداسة والاحترام داخل المجتمع اليمني، وصلت إلى درجة اختطاف الأطفال، تعذيب الأطفال، إلقاء مادة الأسيد على هؤلاء الأطفال، وصلت إلى نهب إلى غير ذلك. اليوم هذه الجماعة مستعدة أن تذهب إلى البعيد، وبالتالي اليوم هي بسبب حتى لدي خلفيات تاريخية متعلقة بهذا الأمر، هي ستحاول أن تستغل كل اللافتات، وإن كانت هذه اللافتات نتفق مع الأستاذ ناجي علاو بأنها منعدمة ولا أساس لها وبأنها باطلة، لكن ستحاول أن تستغلها لقمع هؤلاء الخصوم. أنا أعتقد أننا أمام مرحلة ستكون شديدة، على الجميع أن يتيقظ لهذه المرحلة، على المجتمع الدولي، على المجتمع المحلي، أن يمارس جميع من الضغط، لأنه بالنهاية في النهاية من سيتضرر من هذا الوضع؟ سيتضرر المدنيين الموجودين على الأرض، أسر هؤلاء المدنيين، الأطفال، النساء. نحن أقول أن هذا الوضع سيقود اليمن إلى مزيد من التدهور على مستوى حقوق الإنسان بالدرجة الأولى. نعم. وبالتالي يجب على الجميع أن يقفوا صفا واحدا، على المجتمع الدولي أن يتحرك، على المنظمات الدولية، على الحكومة اليمنية أن تخاطب الخارج، لأننا في حقيقة الأمر هذه الجماعة منفلتة وباستطاعتها أن تصنع كل شيء بعيدة عن القانون دون أي التزام. نعم، إذا أستاذ توفيق نتحدث عن دور المجتمع الدولي يعني في هذه النقطة تحديدا، ولكن بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، كنا نتحدث قبل الفاصل عن المجتمع الدولي الذي ربما ظل صامتا باختطاف 5000 إلى 6000 في سجون ومعتقلات الحوثي. هل يمكن أن يحرك ساكنا الآن بعد إصدار قانون طوارئ، بعد إصدار هذه الأحكام، بعد إصدار أيضا أوامر بإحصاء ممتلكات بعض الناس الذين لا شأن لهم بكل هذه الأمور السياسية؟ هناك التزام سيدتي الكريمة على المجتمع الدولي، هناك التزام أخلاقي والتزام قانوني وفق المعاهد الدولية. اليوم هذا المجتمع الذي انتفض لعمل وقفات احتجاجية يوم 26 مارس للتدخل السعودي في اليمن بحجة انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك حقوق المدنيين في اليمن، مطالب اليوم أنه ينتفض مرة أخرى لوقف الانتهاكات التي تطال المجتمع اليمني من جماعة الحوثي التي اختطفت الدولة وأصبحت تسيطر على المناطق الشمالية داخل الجمهورية اليمنية. على الحكومة اليمنية أيضا تتحرك من خلال المنظمات الدولية المفوضية العليا إلى غير ذلك أنها تشكل ورقة مبعوثة للأمم المتحدة أن تستخدم كافة الأوراق للضغط على هذه الجماعة، لأن هنالك الأمم المتحدة المجتمع الدولي قادر على أن يستخدم مجموعة من الأوراق السياسية ضد هذه الجماعات. هذه الجماعة اليوم تتحرك في أوروبا بأريحية، تتحرك في تقريبا في جميع الدول الأوروبية، لها تشبيك مع المنظمات الدولية، لديها علاقات مع البرلمانات، لديها مع الصحف إلى غير ذلك. هذه المجتمع وهذه يجب أن يخاطب اليوم، هذا المجتمع يجب أن يحرك بصورة أو بأخرى من أجل أن يقوم بدوره المطلوب. من قبل من يحرك أستاذ توفيق؟ هل من الحكومة الشرعية؟ هل من المنظمات الحقوقية التي يعني تجد أن ميليشيا الحوثي فعلا تضطهد من يقعون تحت سلطتها؟ اليوم على الجميع، على الحكومة اليمنية أن ترفع صوتها بحيث تصل تقارير واضحة ومحددة عن أهمية ما يحدث داخل اليمن وخطورة هذه الخطوة التي أقبلت عليها الميليشيات. اليوم يجب هذا الصوت أن يصل بقوة، يجب أن يكون هنالك تحرك فاعل وعاقل، يجب أن يكون هنالك مذكرات تقارير على المنظمات الحقوقية والدولية أن ترفع تقارير واضحة بالوضع الموجود داخل اليمن. أنا أقول اليوم هذا الوضع، قانون الطوارئ إلى غير ذلك، يفتح الباب لاستباحة أملاك اليمنيين بأكملهم، وهذه سابقة خطيرة ربما ستجعل اليمنيين كلهم الذين يعيشون اليوم تقريبا جميعهم تحت خط الفقر. والتقارير الدولية تتحدث عن حالة فقر يعيشها المجتمع اليمني لما يقارب 18 مليون يمني. هذه الحالة يجب أن يعيش، يجب أن يعرفها الواقع اليمني. وبالتالي اليوم على المجتمع الدولي، نحن على المجتمع الدولي، يجب على الحكومة أن تتحرك، على المنظمات أن تتحرك، يجب أيضا على هذه المنظمات أن يصل إليها صوتنا بصورة منهجية وواضح وقوي وصريح، بحيث هذه المنظمات التي تحركت مع هذا الطرف بصورة أخرى يجب أن تتحرك في الطرف الآخر من أجل الضغط على كبح جماح هذه الميليشيا. أيضا على الحكومة اليمنية أن تتحرك أو تنطلق باتجاه تقديم ملفات حقيقية لمجلس الأمن عن لحالة المحكمة الجنائية الدولية أو المصادقة على قانون روما، من أجل أن تصبح سلطة محكمة الجنائية الدولية سلطة نافذة على الأراضي اليمنية لمحاكمة هؤلاء مجرمين الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم على الأراضي اليمنية. هنالك مجموعة من الخطوات، الحكومة اليمنية لديها استشاريين قانونيين وحقوقيين على مستوى عالي، أعتقد أنها لن يعجزها الحلول في هذا الجانب إذا صدقت النوايا في تحريك هذا الملف. نعم، يعني عند ذكر الحكومة وما عليها أن تقوم به، ينضم معنا عبر الهاتف القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد من الرياض. مساء الخير دكتور أحمد. مساكم الله بالنور والعافية. نعم دكتور، أحكام وإعدام وقوانين طوارئ أيضا، كيف يمكن أن توصف هذا الطور الجديد لتحالف الانقلاب؟ أولا هو كان لابد من التوضيح، مع أن التركيب القانوني لهذه الأحكام الأصل أننا لا نناقشها، لأننا إذا كنا نحكم على هذا الانقلاب برمة أنه غير شرعي وغير دستوري وغير قانوني وأنه مغتصب للسلطة بقيادة الحوثي وصالح، فإن هذه تعتبر من تفاصيل الانقلاب. ولكن حتى لا ينخدع المنخدعون من عامة الناس بمثل هذه الأحكام التي لا زمام لها ولا خطام، والتي قامت على أساس انقلابي وهمجي وفوضوي إلى أبعد حد،
أولا أنا أؤكد لقناتكم وللمشاهد الكريم أن هيبة القضاء انتهت في اليمن منذ أن تولى الحوثي وصالح صنعاء بقوة السلاح، وما تصدر من أحكام اليوم هي جزء من مما تبقى من هيبة القضاء إن بقي له هيبة في اليمن، خاصة وأن القضاء الأصل أن يكون بعيدا عن التسييس وبعيدا عن استخدام القضايا المشخصنة. ما صدر من هذه المحكمة النكرة الجزئية التي حكمت على الرئيس هادي بالإعدام وستة من قادة الدولة، الجانب الدستوري والقانوني أنا أقول أنه لا لن أناقشه، لكني سأناقش نقطة واحدة وهي مسألة أن هذا جزء من المخطط الانقلابي الذي استهدف كل مقومات اليمن سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو اجتماعية أو قضائية، لا سيما وأن مثل هذا الحكم الباطل سيترتب عليه إهدار أموال المذكورين واستهداف لبيوتهم ولأقاربهم ولمن له علاقة بهم، فيترتب على مثل هذه الأحكام معنى ذلك أنه فتح المجال للفوضى. ولا تقل هذه الأحكام القضائية عن الكلمة التي قالها صالح في خطاب متلفز أمام ناس من البيضاء عندما قال عليكم أن تتناولوا كل من وقف مع عاصفة الحزم وأن تسجنوهم وأن تحاكموهم وأن تفعلوا بهم الأفاعيل واقنصوهم واقتلوهم وفعلوهم كل شيء. فنحن نعيش في مخطط انقلابي واضح مكتمل الأركان سواء كان من ناحية الجانب القضائي أو الجانب العسكري. نعم، لكن دكتور فعلا يعني هذا ما يحدث، ولكن هناك مخاطر حقيقية ستواجه أيضا المدنيين الذين ينتمون لأي طرف ضد هذه الميليشيا. يعني هناك الآن بتفعيل قانون الطوارئ الذي يعني أعلن، هناك إشارات لحصر ممتلكات الناس الذين ينتمون لحزب معين، أيضا من يقفون مع العدوان حد قولهم فهم خونة وما إلى ذلك. يعني المسألة لم تقف فقط عند الرئيس ومعاونيه الذين يعني لن يصلوا إليهم، ولكنها وصلت إلى الناس الذين هم تحت سيطرتهم أصلا. نحن قلنا مرات متعددة وما زلنا نقول هذا الكلام في الحكومة اليمنية على أنه على إسماعيل ولد الشيخ أن يكون صادقا وجادا في تطبيق قرار 2216، وأن التمادي والمماطلة في تنفيذ هذا القرار معناه مزيد من الاحتقان ومزيد من الصراع والاقتتال الداخلي في اليمن، معناه أن تطلق الصواريخ على جيزان ونجران ومكة، معناه أن تطلق الصواريخ على بلدان الجوار، معنى المماطلة عن تنفيذ القرار إطلاق الصواريخ على المخا وعلى تعز وعلى مارب، معناه إصدار مزيد من هذه الأحكام القضائية الباطلة التي تستهدف ما تبقى من النسيج الاجتماعي اليمني، معناه تأخير تنفيذ قرار 2216 على الانقلابيين، معناه أنه سيستهدف اليوم كل قريب لمن هو اختط طريق الشرعية ورفض الانقلاب، معناه أن ينقسم المجتمع اليمني إلى قسمين وأن تتحول هذه الميليشيات إلى أداة ورحى باسم الدولة تحصد أرواح الناس تحت هذه المظرات الهاوية. اليوم أين منظمات الدولية؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين إسماعيل ولد الشيخ أحمد من مثل هذه الأحكام القضائية التي تتنافى جملة وتفصيلا؟ نعم، أنتم كحكومة دكتور أحمد وغيره. نعم، معالي الوزير، هل ستوجهون أنتم يعني خطاباتكم للمجتمع الدولي لإسماعيل ولد الشيخ، يعني بغض النظر عن يعني عدم صلاحية هذه الأحكام والقوانين الذين يصدرونها، ولكن لسلامة المدنيين الذين يقعون في المدن التي تحت سيطرتهم، أيضا المختطفين الذين في سجونهم؟ ونحن نحمل المبعوث الأممي ونحمل المجتمع الدولي مسؤولية أي تضرر لأي طرف سياسي يحصل من جرى هذا التحريض الذي حصل قبل عدة أيام من قبل زعيم الحوثيين، وهو يحرض على تأميم البيوت، على تأميم الشركات، على تأميم المصالح الشخصية، على دخول المساكن. قد مارسوا هذا الأعمال ممارسة أصلا، دخلوا إلى غرف النوم لخصومهم وفجروا بيوت خصومهم، لكن أن يصدر هذا الأمر ويجنن له اليوم بهذا التجنين الباطل غير دستوري، هذا الأمر الذي هو جديد في الموضوع
والذي نحن نعتبره شيء يعني مخيف ويزيد من الاحتقان ويؤكد لنا وللمجتمع الدولي أن هؤلاء لا يريدوا سلاما ولا يريدوا مصالحة ويكذبون على القاضي والداني أنهم من دعاة السلام بعكس ما نحن نمد أيدينا. وآخر دعوة للسلام بالأمس دعاها الرئيس هادي في الدورة وشرح الوضع كاملا بأنه كلما تنازلنا كلما مددنا أيدينا للمصالحة ولحقن الدم اليمني كلما زاد الطرف الآخر عتوا ونفورا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، استمعت لحديث الدكتور أحمد خاصة أنه يعني يحمل المسؤولية لإسماعيل الشيخ وللمجتمع الدولي الذي يعني لم يطبقوا بعد قرار 22/16، وكل تأخير هو معناه زيادة في جرائم هذه الجماعة وأيضا زيادة الانتهاكات بحق المواطنين العزل. نعم أختي الكريمة، نحن قلنا من سابق أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف حازمة وشديدة وواضحة من الانقلاب في صنعاء برغم وضوح القرار الأممي 22/16 هو الذي ربما جعلت أيادي الانقلاب تمتد بصورة كبيرة ومريعة لمزيد من الانتهاكات الموجودة في اليمن. اليوم أنا أقول في حقيقة الأمر وبكل وضوح المجتمع الدولي يتحمل جزء من المسؤولية القانونية والأخلاقية الذي لما يحدث في اليمن. المجتمع الدولي لديه كثير من الأوراق، لديه كثير من الوسائل، لديه كثير من القنوات التي بإمكانها أن يضغط على هذا الطرف على الأقل لحماية الحقوق الأساسية للمواطن اليمني المتعلقة بحق الحياة، المتعلقة بالسلامة الجسدية، بتجنيب المدنيين القصف العشوائي في النزاع إلى غير ذلك. هذا الأمر أنا أعتقد أنه ممكن، وهنالك مجموعة من الوسائل. اليوم الانقلاب العالم الدولي يتعاطى مع هذا الانقلاب بصورة أو بأخرى عبر ممثليه، عبر منظماته المنتشرة الموجودة في الخارج. وبالتالي أنا أقول اليوم يجب أن المجتمع الدولي أن يكون لديه وقفة. المنظمات الدولية اليوم القدرة التي تمتلكها أنها توثق وأن تسجل هذه من أجل إدانة الأطراف الطرف المنتهك مستقبلا، لكن الموقف الحقيقي اليوم يأتي من تحرك الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بشكل عام. كيف يمكن أن تضغط الحكومة الشرعية أستاذ توفيق بتفعيل قرار مجلس الأمن 22/16 خاصة يعني وأن الجماعة تثبت لهذا المجتمع مرة تلو الأخرى بأنها لا تريد السلام ولا تريد أن تجلس على طاولة مفاوضات حقيقية تخرج البلد إلى طريق واضح؟ أنا أعتقد أن الأرض هي ستحسم يعني في النهاية. قضية إطالة المعركة بهذا الشكل هو على حساب المدنيين. اليوم يجب أن نصل إلى منتصف الطريق، يجب أن تكون هنالك حلول سريعة وناجزة. ما أعتقد أن السلطة الشرعية اليوم لديها القدرة على أن تحقق الكثير على الأرض. معركة الساحل كانت واضحة، معركة عدن أعتقد كانت واضحة. يجب أن يكون هنالك قرار واضح، قرار سياسي قوي بإزالة هذا الانقلاب. أعتقد أن الأمر فيه كثير من الإمكانيات. نعم، إذن يعني إلى جانب المخاطر التي ربما تمس المدنيين والتي بدأت بحصر الممتلكات وما إلى ذلك، كيف يمكن حماية هذه الأسر القابعة تحت سيطرة الانقلاب في ظل يعني عدم تمكن حقيقي من الأرض بعد عدم وجود حلول سياسية فعلية؟ ما هي الحلول التي تجدها أستاذ توفيق؟ والله الواقع هو في حقيقة الأمر الواقع فيه نوع من التعقيد. أعتقد أنه يجب أن تكون هنالك حركة اجتماعية، يجب أن يكون هنالك إنشاء تكتلات مدنية اجتماعية داخل اليمن. هي ما تبقى، هي التي يمكن أن نعول عليها. هنالك مجموعة من التحركات ربما أثبتت في الفترة الماضية قدرتها على الحركة. لدينا هيئة الدفاع عن المعتقلين، لدينا رابطة أمهات المعتقلين إلى غير ذلك. يجب أن تتشكل تكتلات اجتماعية
بهذا الشكل لحماية الناس للدفاع عن هؤلاء الناس. ما لما نعتقد أن اليوم اليمن أصبح ساحة مباحة مستباحة، لا أحد يقف في وجه هؤلاء، وبالتالي أنا أعتقد هذه التحركات ستخفف قدر الإمكان، ما لما نعتقد أن الأمر سيكون كارثي في المستقبل حقيقة، يعني كارثي على الناس وعلى المستوى الاجتماعي والنفسي على كافة المستويات. نعم، لو قارنا سريعا أستاذ توفيق بخطاب عبد الملك الحوثي والذي يعني لم يترك أحدا إلا وشمله بعقوبته، وخطاب صالح التحريضي وقد أشار إلى ذلك الدكتور أحمد عطية، هل يعني نجد أنهما يصبان في نفس الاتجاه فعلا وبنفس الأهداف والخطط؟ نعم، الأمر واضح. أن يصدر هذا الخطاب، أن يصدر هذا الحديث وهذا الخطاب من زعيم ميليشيات متحالفة مع بعض، هذا هو في حقيقة الأمر هو يعتبر الآن إدانة واضحة حول مسؤولية الطرفين عبد الملك الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح عن كافة الجرائم التي تدور على الأراضي اليمنية، وبالتالي كما يكشف عن هنالك توقع حقيقي من هؤلاء الاثنين، بل ربما يكون هنالك تنسيق ما بينهم عن المرحلة القادمة لتصفية كافة الخصوم، ربما بحسابات سياسية حسابات أخرى، لكن هم يتجهون لمثل هذه الأمور. وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ربما قد تشهد نوع من التصاعد الحاد، ربما هم يقرؤوها وفق رؤية سياسية معينة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. أشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الأستاذ محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، والقاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.